السلام عليكم. موعد مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الليبيري في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة، ويحتل المنتخب الليبيري المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. وستواجه الجزائر ليبيريا في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 على ملعب حسين آيت أحمد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة الجزائرية الأولى.